شو هالحصان الحلو هاد؟ اجيت لعندك، رح نروح. جاهز؟ خلينا نتمشى. صار المساء، يلا امشي معي. ايه تعال تعال معي يلا. شو اجيتوا اخيرا؟ اهلا وسهلا. اهلين فيكي. انا رايح اعطيهم الاكل راجعه. ماشي روحي. تعال فوت يلا. تعال يلا خليني طعميك. تعال يلا، اكيد جوعان حصاني الحلو. امشي تعال. شبكي شو في؟ كنت عم شوف منام كتير حلو. ايه والله كنت عم شوف شجرة التفاح. والله كانت ريحة الشجرة فايحة مثل المسك. بتضلي تحلمي بالتفاح؟ من وين جاي هالصوت؟ شكله الكلب شايف حدا عنا. مين بده يكون جاي؟ قايم شوف. خليك ساكت ولا حرف. قديشك حصان حلو، بحياتي ما شفت مثلك حصان قوي. لازم تصير إلي، شو رأيك؟ مو لازم تكون معي؟ أكيد موافق. شش روق، ما بصير، ما بصير حدا يسمعك. أوعك تطلع صوت. خليك ساكت ثانية. أنا كنت بردان لهيك فتت لهون، لأنه دفى ما في مكان روح عليه. ما تواخذني، ما كان بدي تنزعج وتفيق من نومتك. شو هالحكي ازعاج؟ شو تعال معي، تفضل لعندي على البيت نشرب شي ساخن. معقول خليك بهالمكان؟ يلا يلا تعال معي ابني. لا بدي روح. لا تعال يلا. ما بقدر، خليني روح. مستحيل خليك تروح، هلا انت صرت ضيفي. تفضل فوت يلا ما تخجل. كأنه اجانا ضيف، خليني اقوم البس ثيابي. تفضل يلا ابني. يلا يلا يا ساتر، والله عيب انك ما دقيت علي. معقول تروح على البايكه وتقعد فيها؟ هزار وينك؟ ليكني اجيت اجيت. ليكي اجى لعنا ضيف. اهلا وسهلا يا ابني، تعال تفضل فوت فوت. تفضل يا اهلين. فوت ورا خالتك ابني. هلا خالتك بتساوي لك عشاء. رح تاكل اصابعك وراه. صدقني ما في اطيب من طبخه. وهلا بس تدوق بتصدق حكي. يا هزار الولد كان بردان، اجى على البايكه واكيد بيكون جوعان. ساوي لنا شي لقمه. يا مسكين يا ابني، في حدا بينام بالبايكه؟
كنت تعال دق الباب علينا. يلا مو مشكلة، حصل خير، نحن بننبسط بالضيوف اللي بيجوا لعنا، مو صح كلامي؟ ايه طبعا، يلا لشوف عود. هزار ساوي له شرب الدفي له بطنه. ايه طبعا، يلا تكرم عيونه. ماني جوعان. يسلم ايديك، بدي روح. لا لوين، مستحيل اتركك تروح. معقول يعني تطلع من بيتي وما عندك مكان تنام فيه؟ الضيف ضيف الله يا ابني، عيب مو من عاداتنا. ايه خلصنا، ما بقى تتحرك من هون، طلع الكف رح يجي على وشك. ايه احكي لي لشوف، من وين انت؟ الك حدا بالضيعة؟ انا من الضيعة يلي جنبكن، كنت مارق من هون وبردت بوقت فتت على البايكة. ايه ميت اهلا وسهلا فيك، فرحان بزيارتك. سمي بالله. تفضل ابني. مثل ما بيقولوا يلي بياكل على ضرسه ما بينفع غير نفسه. يا هزار اليوم الصبح انا رحت وجبت معي بسطرمه، روحي جيبيها حطيها للشب خطي. ما في داعي، انا شبعان، ما تعذبي حالك. عذاب شو يا ابني، وكمان خالتك هزار بتحب الضيوف مثلي. حروح جيبها بعدين، بدنا نشرب قهوه. والله خالتك هزار بتساوي قهوه ما في منها، بحياتك ما راح تنساها. أنا بدي روح. عود بدنا نشرب قهوة. ما بتعرف خالتك شو بتساوي إذا طلع ضيفة بدون ما يشرب قهوة. روح إذا بدك، ما تقول ما قلت لك. ليش لهلأ ما أكلت شي؟ والله إذا ما راح تأكل البسطرمة اللي راح تجيب لك إياها خالتك راح تقتلك. يا هزار استعجلي. ليكني ليكني إجيت. اليوم حتضل عنا، ما في تروح ابني، خلاص بكرة الصبح بتتيسر. بس ما عاد بدي اسمع حكي، مثل ما بيقولوا ضيف الليل ما بيطلع للصبح. يلي بقلك عليه بتساويه ماشي، ما في داعي للخجل، ما في غيرنا بالبيت، أولادنا مو عايشين هون. شو بدنا ساوي، هنن هيك حبوا، كل فترة بيجوا لعنا، الله يحميهن ويكون معهن. بيحكونا مشان نروح لعندهن، بس نحنا ما منحب نروح، والله قلبي متعلق بهالبيت. رتبي له مكان نومته للضيف، خليه ينام ويرتاح. تمام يلا، لا تضل متوتر، ارتاح، منطلع سوا الصبح إن شاء الله. ليش رايح من هلأ؟ لو ضليت عنا شوي شو بده يكون عندك من وش الصباح؟ لا بدي روح. إيه لكان خود هدول، خالتك هزار ضبط لك شوية جوز تتسلى فيهم على الطريق، ما بدياك تقلي لا. ها يلا. والله خجلتوني كتير، مع أني يعني. يسلم إيديكم، أنتوا علمتوني درس مستحيل أنساه. يا ابني ها؟ والله أنا صاير بنسى، معقول خليك تروح مشي عبيتك؟ استنى رح طالع الحصان مشان يوصلك. مو مشلة، بعت لي إياه مع أي حدا. لا ما في داعي، استنى رح جيب لك إياه وإجي. بيتي ماله بعيد، ليكو قريب، ما تعذب حالك بخاطركن. قديش هالشاب منيح. إيه بس كأنه عنده مشكلة وما حكى عنا. معقول؟ يا ريت لو سألناه. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.